كل سنة مع بداية فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء ودخول المدارس بيزيد معدل إصابة الأطفال بالنزلات الشعبية أو بالتهاب الشعب الهوائية. لو عايزين تعرفوا كل حاجة عن التهاب الشعب الهوائية في الأطفال تابعوا معانا الفيديو للآخر. أهلا وسهلا بكم على قناة طبيب أطفال، معاكم الدكتور محمد دسوقي أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة. هكلمكم إن شاء الله النهاردة عن التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال، أسبابه وطرق العدوى وأعراضه وطرق الوقاية والعلاج. خليكم معانا. في البداية لازم أوضح أن التهاب الشعب الهوائية عبارة عن التهاب بيصيب ممرات الهواء اللي موجودة في الجهاز التنفسي بتاعنا. الجهاز التنفسي بتاعنا بيتكون من جزئين رئيسيين، الجزء الأولاني هو ممرات الهواء من أول الحنجرة والقصبة الهوائية للشعب الهوائية لحد الشعيبات الهوائية الصغيرة، ودي الممرات اللي بيمشي فيها الهواء علشان يوصله لأنسجة الرئة. الجزء الثاني هي أنسجة الرئة نفسها، ودي اللي بيحصل فيها تبادل للأكسجين وثاني أكسيد الكربون ما بين الدم وما بين الهواء اللي موجود في أنسجة الرئة. في التهاب الشعب الهوائية بيبقى في التهاب بيصيب ممرات الهواء الكبيرة اللي هي الشعب الهوائية اللي موجودة داخل الجهاز التنفسي. والتهاب الشعب الهوائية أحد أشهر الأمراض اللي بيصيبوا الأطفال في كل الفئات العمرية، ومن أشهر أعراضه هو الكحة. والتهاب الشعب الهوائية بيزيد معدله عموما عند الأطفال في فصل الخريف وفي فصل الشتاء، بالذات مع بداية دخول المدارس وانتشار العدوى أكتر في المدارس. طيب إيه هي الأسباب اللي ممكن تعمل التهاب في الشعب الهوائية أو اللي تعمل نزلة شعبية للأطفال؟ الحقيقة في أسباب كتيرة جدا، لكن أشهر سببين هو التهاب الشعب الهوائية الفيروسي والتهاب الشعب الهوائية البكتيري. السبب الأولاني وهو التهاب الشعب الهوائية الفيروسي بيبقى مسبب المرض هنا عبارة عن فيروس، وعندنا مجموعة كبيرة جدا من الفيروسات اللي تقدر تعمل التهاب في الشعب الهوائية في الأطفال، أشهرهم طبعا فيروس الإنفلونزا والبارا إنفلونزا والريسبيراتوري سينسيتيال فيروس والراينو فيروس والأدينو فيروس، ومجموعة كبيرة جدا جدا من الفيروسات تقدر تعمل التهاب في الشعب الهوائية عند الأطفال. لكن السبب الثاني هو التهاب الشعب الهوائية البكتيري، وعندنا مجموعة كبيرة جدا من البكتيريا برضو تقدر تعمل التهاب في الشعب الهوائية عند الأطفال، أشهرهم طبعا على الإطلاق هي بكتيريا المكورات الرئوية، لكن برضو في مجموعة كبيرة جدا من البكتيريا تقدر تعمل التهاب في الشعب الهوائية. طيب التهاب الشعب الهوائية عند الأطفال الطفل بيتعدي إزاي؟ أو طريقة العدوى بتبقى إزاي؟ العدوى عادة بتتنقل بشكل مباشر من طفل عيان لطفل سليم عن طريق الرذاذ اللي الطفل بيخرجه أثناء الكحة أو أثناء العطس، أو إن الطفل يمسك بعض الأدوات أو بعض الأشياء الملوثة بالإفرازات أو بالمخاط من الفم أو من الأنف. وطبعا عشان العدوى بتتنقل بالنفس فبتزيد أكتر في الأماكن اللي فيها زحمة من الأطفال زي الحضانات وزي المدارس، علشان كده بنشوف النزلة الشعبية معدلها بيزيد أكتر في أوقات المدارس، ده علشان زحمة الأطفال في مكان واحد، خاصة لو الفصول اللي الأطفال قاعدين فيها ما كانتش متهوية كويس. والسبب الثاني هو مع دخول فصل الشتاء عندنا مجموعة من الفيروسات بتنشط بشكل أكبر وتعرف تعمل للأطفال نزلات شعبية. السبب الثالث المهم هو تعرض الأطفال لاختلاف مفاجئ في درجات الحرارة، زي إن الطفل يبقى نايم بالليل ومتغطي أو متدفي كويس، وبعدين يصحى ويخرج مرة واحدة ويقابل طيار هواء بارد، الاختلاف المفاجئ ده ممكن يعمل له نزلة برد وممكن يعمل له نزلة شعبية. طيب ايه هي اعراض النزلة الشعبية؟ النزلة الشعبية بتيجي للاطفال في الاول باعراض نزلة برد عادية خالص، الطفل بيبقى عنده رشح او زكام، بيبقى عنده سخونية ممكن تكون خفيفة وممكن تكون شديدة قوي، بيبقى فيه احمرار في العين، الطفل بيحس بصداع، بيحس بوجع في عظمه، بيحس بهمدان، بيحس بفقدان للشهية. ممكن الاعراض دي تستمر من يومين لتلاتة وبعدين تبتدي تظهر الكحة. في النزلة الشعبية عادة الكحة في بدايتها بتكون كحة ناشفة ما بيبقاش فيه بلغم، الكلام ده بيحصل لمدة يوم او يومين، وبعدين يبتدي يظهر البلغم وتبقى الكحة بتاعت الطفل كحة مصحوبة ببلغم. في بعض اطفال من كتر الكحة او من كتر البلغم اللي بيخرجوه ممكن الطفل مع الكحة يبتدي يرجع، وبنشوف البلغم موجود في الترجيع بتاعه.
الأعراض اللي أنا قلتها دلوقتي هي أعراض النزلة الشعبية عموما عند الأطفال، سواء السبب كان فيروسي أو السبب بكتيري. اللي بيفرق الاتنين عن بعض إن عادة النزلة البكتيرية بيبقى الأعراض فيها أكتر شوية أو أكثر حدة، يعني السخونية بتكون عالية بشكل أكبر، الحالة العامة للطفل بتبقى متدهورة أكتر، أو الطفل بيبقى حاسس بوجع في عظمه جامد أو بيبقى همدان جامد. فالنزلة الشعبية البكتيرية بتبقى أشد في الأعراض بتاعتها من النزلة الشعبية الفيروسية. طيب تشخيص النزلة الشعبية هيكون إزاي؟ أول حاجة بالتاريخ المرضي اللي الأم بتقوله لما بتروح للدكتور، بتبتدي تقول إن الولد عنده أعراض نزلة برد من يومين أو ثلاثة، سواء رشح أو زكام أو سخونية أو فقدان للشهية أو بقية الأعراض اللي احنا عارفينها بتاعت نزلة البرد، وتقول إن الطفل بقاله يوم أو يومين بدأ يكح، سواء الكحة ناشفة في بدايتها أو الكحة فيها بلغم، وبالفحص الطبي بنبتدي نسمع على صدر الطفل إن الهواء اللي داخل واللي خارج ابتدى يقل شوية، ده لأن الشعب الهوائية لما بتلتهب بتتورم شوية، فدخول وخروج الهواء في صدر الطفل بيبقى أقل من الطبيعي شوية، ولو في بلغم موجود بنبتدي نسمع صوته بوضوح بالسماعة لما بنيجي نفحص الطفل. في بعض الحالات ممكن نعمل أشعة على الصدر علشان نطمن إن مفيش التهاب رئوي ولا حاجة، أو علشان نقيم شدة التهاب الشعب الهوائية اللي موجود. دي الطريقة اللي احنا بنشخص بيها عادة النزلة الشعبية، وبعد ما شخصناها نبتدي نحط خطة العلاج. لو الطفل عنده نزلة شعبية فيروسية يبقى الطفل ده مش محتاج مضاد حيوي في علاجه، لكن جهاز المناعة بتاعه هو اللي هيقاوم الفيروس وهو اللي هيخليه يبقى كويس، لكن احنا هنا بنعالج الأعراض اللي موجودة. يعني الطفل لو عنده سخونية بندي خافض الحرارة المناسب لسنه، لو عنده رشح أو زكام بنستخدم نقط الأنف الموضعية برضو المناسبة لعمر الطفل، وفي حالة وجود الكحة لو كانت الكحة ناشفة بندي مهدئ للسعال، ولو كانت الكحة معاها بلغم بندي مذيب وطارد للبلغم. في بعض حالات من النزلات الشعبية بنحتاج ان احنا نعمل للطفل جلسات استنشاء بالبخار، سواء هنعمل استنشاء بمحلول ملح بس، او استنشاء ببخار مية دافي، او حتى ان احنا نعمل استنشاء بالفركولين كموسع للشعب الهوائية. الموضوع هنا هيختلف من طفل للتاني على حسب فحص الطفل وعلى حسب شدة الحالة. في حالة النزلة الشعبية البكتيرية العلاج هنا بيبقى نفس اللي احنا قلناه مع النزلة الشعبية الفيروسية بالإضافة للمضاد الحيوي. هنا احنا بنحتاج نوصف مضاد حيوي لأن السبب هنا بكتيريا، والمضاد الحيوي اللي هنديه هنا هيختلف من طفل للتاني على حسب عمر الطفل وعلى حسب شدة الحالة، لكن ضروري هنا ان اقول ان المضاد الحيوي هنا احنا بنوصفه للطفل من أسبوع لعشرة أيام علشان نقضي على البكتيريا اللي موجودة بشكل كامل وما يرجعش الطفل يتعب تاني. طيب إيه الأعراض اللي ممكن تقلقنا في الطفل وتخلينا لازم نروح للدكتور فورا أو لازم نروح للمستشفى فورا؟ أول حاجة لو كان عمر الطفل أقل من سنة، في الحالة دي لازم نروح للدكتور فورا، لأن الأطفال دولا لما بياخدوا نزلات شعبية ساعات بتبقى شديدة جدا، وساعات بيتعرضوا لمضاعفات جامدة، وممكن لقدر الله تقلب بالتهاب رئوي بسهولة. الحاجة التانية إن يكون الطفل بينهج أو مش عارف ياخد نفسه كويس، أو بياخد نفسه بصعوبة، أو حسينا إن نفسه سريع. الحاجة التالتة الكحة المتواصلة، إن الطفل يكون بيكح بشكل كبير جدا وما بيفصلش أساسا ما بين الكحة. الحاجة الرابعة إن يكون الطفل بيكح لدرجة إنه مش عارف ينام، أو الكحة بتصحيه من النوم وبتخليه مش عارف يكمل نومه. الحاجة الخامسة بالنسبة للأطفال الرضع هي صعوبة الرضاعة، إن الطفل يكون مش عارف يكمل رضعته، يكون بينهج أو ياخد مصتين من الثدي وبعدين نلاقي الطفل بينهج أو بيلقف ومش عارف ياخد نفسه كويس، أو إن الطفل يكون وصل من صعوبة التنفس إنه بقى بيزرق. في كل الحالات اللي أنا قلت عليها دلوقتي لازم بسرعة نروح لدكتور الأطفال أو نروح لأقرب مستشفى، لأن الطفل ده محتاج يتفحص فورا وما ينفعش إن احنا نستنى عليه. نيجي لأهم جزء في الفيديو وهو طرق الوقاية من النزلات الشعبية المتكررة في الأطفال، وهنا الموضوع هينقسم لجزئين. الجزء الأولاني إن احنا عاوزين نقوي مناعة الطفل علشان نقلل معدل إصابته بالأمراض، وأحسن طريقة نقوي بيها مناعة الطفل هي التغذية الصحية السليمة. أنا كنت عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه بالتفصيل عن الطرق اللي نقدر نزود بيها مناعة الأطفال،
هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف بتاع الفيديو. لازم ترجعوا للفيديو دون علشان تعرفوا ايه الطرق اللي احنا نقدر نعملها ونزود بيها مناعة الاطفال. الجزء الثاني ان احنا نقلل معدل العدوى عند الاطفال او نقلل وصول الميكروب للطفل علشان نقلل معدل العيا. بنعمل الكلام ده ازاي؟ بنعمله عن طريق اتباع العادات الصحية السليمة، اللي منها طبعا لازم نعلم الطفل ان يغسل ايده كويس جدا، نعلمه ان ما يمسكش الادوات الشخصية بتاعة اي طفل تاني. لازم كل طفل يكون ليه ادواته الشخصية ويكون ليه الفوطة بتاعته، يكون ليه المناديل بتاعته. الحاجة الرابعة، لو عندنا طفل عنده نزلة برد او عنده نزلة شعبية، يفضل ان احنا نعزله بعيد عن اخواته علشان ما يعديش بقية الاطفال وينشر العدوى. الحاجة الخامسة، في المدارس لازم يكون كثافة الفصول تكون معقولة، ما يبقاش فيه زحمة جامدة جدا في الفصل، ولازم يكون الفصل جيد التهوية علشان ما يتنقلش العدوى بسهولة ما بين الأطفال. بلاش نعرض الأطفال لاختلاف مفاجئ في درجات الحرارة، يعني لو الطفل نايم في السرير ومتدفي ما ينفعش يخرج في الهواء البارد مرة واحدة. لازم نصحي الطفل بدري شوية ونفتح شباك الشقة علشان حرارة الشقة تنزل بالتدريج، ويبقى جسم الطفل حرارته بتنزل واحدة واحدة، ونشرب الطفل كوباية مية برضو عشان ننزل حرارة جسمه، وبعدين يبتدي يخرج للمدرسة. فنبقى كده قللنا درجة حرارة جسم الطفل بالتدريج علشان ما يتعرضش لاختلاف مفاجئ في درجات الحرارة، وده ممكن يخليه يعيا بسهولة. انا برضو عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه بالتفصيل عن الوقاية من الانفلونزا والوقاية من امراض الشتاء، هسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف بتاع الفيديو. الحاجة الاخيرة اللي بنعملها علشان نحمي الاطفال من النزلات الشعبية في فصل الشتاء هي التطعيمات. اشهر تطعيمين او احسن تطعيمين انا بفضل ان احنا نديهم لكل الاطفال هو تطعيم الانفلونزا الموسمية وتطعيم المكورات الرئوية. التطعيمين دول مهمين جدا وكويسين جدا جدا علشان بيحموا الاطفال من الانفلونزا ومن المكورات الرئوية، ودول اشهر ميكروبين بيصيبوا الاطفال كتير في فصل الشتاء بنزلات البرد والنزلات الشعبية. وانا كنت عملت فيديو قبل كده اتكلمت فيه بالتفصيل عن تطعيم الانفلونزا، وفيديو تاني اتكلمت فيه عن تطعيم المكورات الرئوية. هسيب لكم اللينكات بتاعة الفيديوهين في صندوق الوصف بتاع الفيديو. بكده اكون خلصت موضوع النزلة الشعبية عند الاطفال، وده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول، وما تنسوش تبصوا على صندوق الوصف هتلاقوا فيه لينكات فيديوهاتنا اللي فاتت. واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.